ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل أكيد بيؤدي لكثير من المخاطر سواء للمرأة الحامل أو للجنين، واليوم المصابات بارتفاع ضغط الدم بحاجة لمراقبة حثيثة من قبل الطبيب المختص. اليوم مشاهدينا رح نحكي عن ارتفاع ضغط الدم، الأعراض والأسباب، وأيضا شو هي المخاطر اللي ممكن تتعرض لها المرأة الحامل والجنين، وأيضا طرق الوقاية مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور رافائيل عطلة الأخصائي بأمراض النساء. يسعد صباحك دكتور. صباح الخيرات، يا هلا، اهلا وسهلا فيك، نورتنا دكتور. أهلا. دكتور بالبداية خلينا نعرف شو هو ارتفاع ضغط الدم عند المرأة الحامل وإيمتى بيبدأ، هل بيبدأ بالشهور الأولى أو بالشهور الأخيرة؟ هلا بداية في عدة أنماط لارتفاع التوتر خلال التوتر الشرياني خلال الحمل. هلا أهمها هو ارتفاع التوتر الشرياني الحملي، يعني الحملي قصد فيه أنه قبل الحمل ما بيكون موجود حدث الحمل، يبدأ هذا الارتفاع التوتر بالتوتر الشرياني بالازدياد بعد الأسبوع 20 من الحمل. يعني قبل الأسبوع 20 ما بيكون في عندنا ارتفاع توتر شرياني نهائيا، بعد الأسبوع 20 بلش يرتفع التوتر الشرياني. هل هذا النمط هو نحن بنسميه ارتفاع التوتر الشرياني الحملي، يعني أو خلينا نقول محرض بالحمل. تمام، هذا هو أهم الأنواع وأشياء الأنواع. في أنماط أخرى، مثلا سيدة بيكون عندها ارتفاع توتر شرياني قبل الحمل، قبل الحمل، فهي قبل الأسبوع 20 من الحمل كمان بيكون ضغطها مرتفع، هذا بنسميه ارتفاع التوتر الشرياني المزمن. هلا في أنماط أخرى كمان ممكن يكون عندها ارتفاع توتر شرياني حملي يتطور لشيء اسمه ما قبل الإرجاج، وهي حالة متقدمة ومتطورة أكثر وتنتهي أيضا بالإرجاج أو الاختلاجات اللي ممكن تصير عند السيدة الحامل نتيجة الفترة الطويلة من ارتفاع التوتر الشرياني الحملي. معناتها نحن في عنا عدة أنماط، أهمها مثل ما قلت هو ارتفاع التوتر الشرياني الحملي الذي يبدأ بالحدوث بعد الأسبوع 20 من الحمل. طب دكتور قبل ما نفوت لنحكي عن الأعراض والتفاصيل الثانية، ذكرت أنه في سيدات بيكون هنون من الأساس عندهم ارتفاع ضغط لكن بعد الحمل يمكن أنه يتفاقم هذا الموضوع. في حال كان هذا الشيء وكان في تجربة سابقة بهذا الشيء، ممكن يكون في طرق للسيدة أنها تتبع ببدايات حدوث الحمل أو بس تعرف حالها؟ تمام، هلأ إذا هي عندها قصة ارتفاع توتر سابق، معناتها هذا ارتفاع توتر مزمن نسميه، فهي بدها تكون عم تاخذ أدوية قبل حدوث الحمل، يعني بدها تاخذ احتياط، بس انه هي الأدوية تكون من الأدوية لا تؤثر على الجنين. تمام، فبنبلش هي بتكون مبلشة بالأدوية قبل، وبتكون ضغطها مضغوط، دخلت على الحمل ونضل نتابع الضغط كمان بشكل، لأنه ضروري مثل ما ذكرت انه في حالات حتى هذا النمط من ارتفاع التوتر الشرياني المزمن بيتفاقم بما قبل الارجاج، فلذلك ضروري كثير هذا نتابعه. طبعا مو كل الحالات بتتفاقم، ولكن في حالات تتفاقم، لذلك هون بنبلش بالادويه مباشره. اما بارتفاع التوتر الشرياني الحملي اللي قلت هو محرض بالحمل، هلا حتما ما راح نبلش بالدواء من بدايات لانه مو شرط يصير، فنحن بس نكشف هذا ارتفاع التوتر ممكن وقتها نحطه على خطة العلاج المناسبة. يعني طيب دكتور قبل ما نفصل هيك بطرق العلاج والوقاية، خلينا نحكي عن الأعراض اللي بتحس فيها الحامل في حال ارتفاع الضغط، لأنه كتير يمكن بيتشابه أحيانا المرأة الحامل في أعراض الدوخة، أعراض الصداع، هي طبيعية يمكن أنها تصير معها، لكن اليوم هي كيف بدها تفرق بين أنه هي فعلا عندها ارتفاع ضغط؟ هلا هي إجمالا الأعراض قد، يعني الصداع قد يتواجد بالحمل ولكنه نادر. يعني هلا الصداع اللي بيرافق ارتفاع التوتر الشرياني الحملي لازم نحن نركز عليه بسؤالنا لهي السيدة عن الأعراض اللي عم تعاني منها بعد الأسبوع 20. شغلة مهمة كتير هي قياس الضغط كمان بعد الأسبوع 20، لأنه ممكن أي ارتفاع بسيط عم بارتفاع التوتر الشرياني رح يخلي هي السيدة تعاني من صداع. هلا أنا بس بدي أذكر شغلة واحدة، أنه بشكل فيزيولوجي بالحمل، يعني بالأسبوع 20 من الحمل بيصير في عنا هبوط لتوتر الشرياني، وهذا الشيء شائع بالحمل يعني، وهو الشيء الطبيعي. فكثير من الحوامل بيحسوا انه والله انا عم عاني من دوخه، عم يصير عندي هبوط ضغط. هذا الشيء هو شغله اعتياديه بالحمل، وانا بعتقدها انه وقت تكون موجوده كانه هذا الحمل ماشي بشكل فيزيولوجي طبيعي. فلذلك بالاسبوع 20 من الحمل لازم تقريبا الضغط بيكون منخفض اكثر
شوي مما هو كان بالأسابيع الأولى من الحمل. فلذلك أي ارتفاع للتوتر الشرياني وخاصة إذا كان أكثر أو يساوي 14 أو أكثر أو يساوي 9، يعني إن كان الضغط الانقباضي أو الانبساطي واحد منهم فوق 14 أو فوق 9، فبيخلينا نركز أكثر على الموضوع ونستقصي أكثر بالموضوع. هلأ نحن ما فينا نشخص كمان من قياس وحيد نقول إنه والله في ارتفاع توتر شرياني حمدي، لازم حتما نقيس بعد 4-5 ساعات بنشوف إنه هذا الضغط لساته مرتفع، لأنه ممكن أوقات مثلا سيدة تكون عم تراجع العيادة وماشي مشوار منيح، فممكن هذا الشيء يخلي إنه الضغط الشرياني شوي مرتفع. فلذلك ما فينا نأكد من قياس وحيد إنه هذا الضغط مرتفع، لازم نقيسه بعد 4-5 ساعات نأكد إنه مرتفع، ممكن نقيسه على مدى 2-3 أيام حتى نأكد التشخيص، لأنه إذا أكدنا التشخيص صار في عنا خطة علاج لحالة. هلا إذا ما في ارتفاع توتر شرياني خلاص بتضل الحامل بتتابع هاي المتابعة الروتينية اليومية. يمكن مثل ما ذكر الدكتور إنه السيدة ممكن تكون ماشية لوصولها للعيادة، كمان يمكن ارتفاع درجات الحرارة هلا بالوقت اللي نحن فيه ممكن تأثر كمان بارتفاع ضغط الدم. طبعا ممكن تعمل ارتفاع شيء بسيط يعني، بس شيء مؤقت ممكن. إيه مؤقت بيكون. فلذلك نحن مثل ما ذكرت حتما يجب أن يكون في قياسين في بهذه الأربع ساعات يعني. طيب دكتور، ذكرت حضرتك انه بيصير بالاسابيع الاولى هبوط ضغط وهذا الشيء كثير شائع، خلينا شوي هيك نروح له نحكي، هل هو له مخاطر او له ضرر على المراه الحامل مثل ارتفاع ضغط الدم؟ هلا هو المخاطر تبعيته قليله هي، بس انا هو انخفاض الضغط خلينا اوقات ممكن يصير نحن بنسميه انخفاض ضغط او هبوط ضغط انتصابي. شو يعني هبوط ضغط انتصابي؟ يعني بتكون سيده مثلا متسطحه بالتخت بدها تقوم بشكل فجائي، هي الوقوف المفاجئ بيعمل بغض النظر انه الحمل بيكون وقتها الضغط عنده نازل شوي صغيره، فهذا الشيء بيعمل له هبوط ضغط انتصابي، ممكن يصير سقوط. فلذلك دائما انا بنصح السيدات الحوامل وقت يفيقوا الصبح وبيحسوا انه نوع من الوهن والتعب بالجسم واحساس بهبوط الضغط، بهذا اليوم لازم يزيدوا السوائل منيح ولازم يزيدوا الملح منيح. تمام. وما يخافوا من موضوع الملح. هلا موضوع الملح كمان هون بدي ركز عليه، لانه في كثير من الحوامل حتى بارتفاع التوتر الشرياني الحملي ما في مشكله بتناول الملح. أنا عم بحكي عن ارتفاع التوتر الشرياني المحرض بالحمل. تمام؟ لأنه الآلية تبعيته تختلف بشكل كامل عن ارتفاع التوتر المزمن. هلا خلينا نقول إذا سيدة بلشت الحمل بارتفاع التوتر الشرياني، يعني عندها قبل الحمل واستمر، هون هي السيدة ممكن نحن نخفف عنها الملح، أما إذا ارتفاع توتر شرياني محرض بالحمل ما في داعي للحمية عن الملح، لأنه ما له أي تأثير. ما له تأثيرات. بدي ركز على شغلة واحدة، هذا ارتفاع التوتر الشرياني الحملي نحن بنسميه ارتفاع توتر شرياني حملي، بس هو مرض جهازي. القصد بالمرض الجهازي انه هو يصيب كل الأجهزة بالجسم، يعني ببلش بشكل بسيط ويترقى مع تقدم الحمل. يعني ممكن يصيب الدماغ، يصيب الكبد، يصيب الكلى، ولكن بشكل تدريجي. هلأ إذا أهمل هذا ارتفاع التوتر الشرياني الحملي ممكن يتطور لحالات خطيرة اللي هي ما قبل الإرجاج وبالأخير هي الإرجاج. فلذلك أي سيدة بتوصل لمرحلة الإرجاج معناتها نحن مهملين بحقها كتير. فلذلك حتما نحن ارتفاع التوتر الشرياني الحملي لازم ينكشف بكير، يكون في مراقبة وعلاج. هلأ كمان في شغلة يعني كتير مهمة بهذا الموضوع، أنه أنا وقت بدي أعطي العلاج بدي أعطي بشان ما يصير اختلاطات. هلأ إذا بغض النظر عن العلاج يبقى المرض يترقى خلال الحمل، يعني موضوع كمرض جهازي يؤذي الدماغ والكبد والكلية لساته مستمر. فمن هون تجي أهمية الخطورة تبعيته، أنه نحن إذا أهملناه وما وقفنا الحمل بالوقت المناسب ممكن ندخل هاي السيدة بمخاطر مستقبلية.
طيب دكتور، إذا بدنا نروح شوي ونحكي عن الأسباب، العوامل اللي بتؤدي لارتفاع ضغط الدم، يمكن هذا الشيء ما هو شيء شائع عند كل السيدات، عند بعض السيدات، لكن شو الأسباب الأساسية اللي بتخلي هذا الشيء يصير مع أثناء فترة الحمل؟ حتى الآن الآلية مجهولة. يعني خليني أقول إنه ممكن في أكثر من 10 آليات لحدوث ارتفاع التوتر خلال الحمل. والأغلبية لها علاقة بموضوع تضيق الشرايين الحلزونية الموجودة بالرحم والمشيمة. فلذلك ما دام في 10 آليات معناتها ما في آلية واضحة حتى الآن. فلذلك دائما أنا بقول إنه ارتفاع التوتر الشرياني الحملي باعتبار نحن ما عم نعرف شو آليته، وحله الوحيد هو فقط يعني حتى نوقفه هو إنهاء الحمل. فلذلك حتما قدر الإمكان نحن بدنا نحاول نوصل هذا الجنين لمرحلة ناضجة حتى إذا صار ولادة ممكن يكون قادر إنه يعيش خارج الرحم يعني. طيب دكتور، خلينا نرجع نفصل بطرق العلاج. اليوم في حال المريضة كانت يعني بمراحله الأولى ارتفاع الضغط وتابعت مع الطبيب وكانت أمورها يعني الموضوع ارتفاع الضغط أنه عم تخف عندها شوي شوي، خلينا نقول في أدوية معينة ممكن تأخذها المرأة الحامل؟ لأنه كثير أطباء بيقولوا بيحذروا أنه المرأة الحامل بأكيد هدول الأدوية معينة، في طرق تانية غير الأدوية ممكن الطبيب يعطيها حسب بالحالة؟ خلينا نحكي أكثر. في أدوية خاصة بالحمل يعني ما في أي مشكلة فيها، إن كان ألفا ميتيل دوبا أو حاصرات بيتا أنماط معينة، هدول كله ممكن ينعطوا بالحمل. بس برجع بأكد على شغلة واحدة، نحن عم نعطي هذا الدواء ليس لشفاء الحالة، شفاء هذا المرض هو فقط عند انتهاء الحمل. فهذا المرض هو يزداد وترقيا، فلذلك من هون تجي أهمية أنه أنا عم بعطي الدواء لخفف الضغط وخفف أثناء فترة تأثيراته خلال الحمل. فلذلك قدر الإمكان أنا مو إذا أعطيت الدواء وانخفض الضغط شوي وهدي معناته أنه الحالة تم شفائها. فلذلك بدي أكد على شغلة واحدة، الحالة تبقى في ترقي طول مستمر. فترة الحمل ممكن يكون الترقي بطيء، يعني مثلا بلش بالأسبوع 20 بالحمل ممكن يكون يوصل حتى تمام الحمل وهو بسيط، ممكن يكون الترقي سريع يعني خلال شهر نحن نضطر ننهي الحمل بالشهر السابع حفاظا على حياة الأم. من هون تجي أهمية الجملة اللي بدي أقولها، اللي لا يوجد شفاء من ارتفاع التوتر الشرياني الحمل. أنا حتى إذا أعطيت دواء وخفضنا الضغط فهذا تخفيض الضغط هو شغلة مؤقتة حماية من الاختلاطات الدماغية خلينا نقول، لكن المرض يجب أن نضل عم نتابعه لحتى نوصل للمرحلة المناسبة وننهي الحمل، لأنه أنا ما فيني خاطر بحياة الأم كل ما تقدم الحمل. هلأ ارتفاع التوتر الشرياني الحملي شائع بالحمل، ولكن معظمه بتكون حالاته بسيطة. هلأ الحالات الشديدة بتشكل تقريبا 1-2% اللي بتوصل لمرحلة خلينا نقول الإرجاج. أنا ذكرت إنه المرض هو مترقي، يبدأ بارتفاع التوتر الشرياني الحملي، بيصير ما قبل الإرجاج، بعدين بنوصل للإرجاج. هلا إذا وصلت الحالة للإرجاج معناتها في خلل كتير كبير منه. نحن مثل ما ذكرت بس توصل الحالة شديدة يجب إنهاء الحمل، لأنه أنا هون صرت عم غامر بحياة الأم. هي أكثر المخاطر، والجنين ممكن يتعرض لأي مخاطر في حال وصلت المرأة الحامل؟ شو هي المخاطر ممكن تأثر على الجنين؟ ارتفاع التوتر الشرياني الحملي يؤثر على الجنين بحيث أنه تكون المشيمة مثلا أصغر من الطبيعي، التروية بين المشيمة وبين الجنين بتكون أقل، وهذا قد يؤدي إلى تأخر بنمو الجنين. بنشوف حجمه أصغر من الطبيعي، بنشوف كمية السائل أقل من الطبيعي المحيطة بالجنين، وبنشوف المشيمة فيها تكلسات أكثر من غيرها. هلا دائما أنا بذكر وقت شوف هاي العلامات عند الجنين معناتها الحالة صارت ثقيلة عند الأم. يعني أنا ذكرت المرض هو مترقي، إذا وصلت لمرحلة وأنا عم صور الجنين وشفت صغر بحجم الجنين وصغر بكمية السائل وتكلس بالمشيمة شديد، معناتها أنا لازم أرجع لعند الأم وشوف انه هاي الحاله صارت متقدمه عند الام، لازم
تنبهني انه انا الام صارت في حاله خطر كبيره. فلذلك ممكن انهاء الحمل بهي الوقت بيساعد كثير لتوقف ترقي هذا المرض مثل ما ذكرت الخطير جدا يعني. طيب دكتور، اذا بدنا نحكي اليوم حكينا عن طرق العلاج عن طريق الادويه ومراقبه الطبيب، اليوم هل في شيء من المحظورات او تنبيهات من الطبيب سواء بالاكل او باي شيء بخلال حياتها اليوميه ممكن تتبعه السيده لحتى تتدارك تفاقم ارتفاع ضغط الدم؟ هلا خلينا نحكي انه في من احد اهم الاسباب اللي تزيد حدوث ارتفاع التوتر الشرياني خلال الحمل هو موضوع البدانة. البدانة يعني إذا بلشت السيدة الحمل وهي بوزن أكثر بالمعدل بكثير، ممكن يزيد كمان على الحمل الوزن. تمام. هلا هي شغلة، يعني إذا بلشت الحمل بوزن عالي هذا يؤهب لحدوث ارتفاع التوتر بعد الأسبوع 20. هلا كثير من الحوامل للأسف أنه بس يبدأ الحمل يبلشوا ياكلوا بكميات هائلة، يعني أنه لتغذية الجنين. هلأ أحد أهم الأسباب لتطور ارتفاع التوتر هو كسب الوزن الزائد خلال الحمل. يعني أنا بلشت أول 3 شهور ما شوف زادت الحامل 5-6 كيلو، هاي لحالة هي مؤهبة لتطور ارتفاع التوتر. الحامل خلال أول 3 شهور ما لازم يزيد وزنه ولا كيلو، يعني لازم تزيد خلال الحمل كله 10-12 كيلو معظمها آخر 6 شهور. وهي الشغلة حتى الآن في كثير من الحوامل، وقت نبلش نقدم المشورة نحن في الزيارة الأولى في كثير من الحوامل يعني بتستغرب هي الفكرة، يعني هن مفكرين إنه بده يبلشوا ياكلوا عنهم وعن الجنين. يمكن نوع الغذاء، يعني مو الشغلة بالكميات الكبيرة دكتور، النوعية اللي عم ياكلوها لحتى يغذوا الجنين، يمكن مو كمية الأكل الكبيرة. تمام. كمان في حتى كنمط غذاء، يعني مثلا شوف في كثير من السيدات في افكار معينه عندهم انه انا بدي اخذ هاي الشغلات. مثلا في كثير من الحوامل هلا موضه جديده انه يوميا في عندهم صحن من هدول المكسرات الثقيله، انه هذا بيزيد من ذكاء الجنين. هذا لحاله انا اذا ما اكلت خلال اليوم فيها نسبه حريرات مرتفعه جدا. يعني في كثير من الحوامل كمان حتى بيزيدوا من كميه السكريات او المواد، اي شغله فيها كربوهيدرات زياده، هذا الشيء كمان بيزيد الوزن بدون خلينا نقول كميات هائله من الطعام. ومع ذلك حتى كمان في كثير من الحوامل بنشوف صار في عندهم حتى زياده في كميه الطعام خلال الحمل. موضوع الوزن مهم كثير مثل ما ذكرت انه يؤهب لارتفاع التوتر، فلذلك ضروري كثير انه اي سيده حامل تضبط الوزن، طبعا الحفاظ على وزنها تماما والحفاظ على جسمها، وحتى ما بعد الولاده كمان بيرجع وزنها للطبيعي. هلا في احدى الدراسات اثبتت انه موضوع الوزن اللي فوق الطبيعي هو اللي اكثر الامور اللي خلينا نقول تؤهب لحدوث ارتفاع التوتر الشرياني الحمل. أكيد دكتور بدنا نتشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمت لنا إياها، وأكيد بدنا نتمنى السلامة لكل السيدات. شكرا لحضورك معنا. شكرا لك.